تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات نادي الفروسيه لاقامه فعاليات البطوله العربيه العسكريه للفروسيه. لازم نشوف التقرير ده، انا من محبي الخيول، استاذنكم شوفوا التقرير معايا وبعدين فاصل ونكمل الكلام. العاصمه الاداريه الجديده هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية، ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقامة عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية.